كوكي، واليوم بدي خبركن قصتي، كيف تبنوني ولوين رحت وشو صار فيني. أنا كنت عايش بكومباوند، وكنت دايما الأولاد يضربوني، كنت أتعذب، يمسكوني أوقات بدنبة، ما كنت مبسوط أبدا. كنت فتش على أكل ولقيت بيت في عنده دايما أكل، دايما روح لعندهم وشو أعمل؟ كل ما شوف صاحبة البيت أو ولادها كب حالي على إجريهم، بس هني ما أخدوني. بعدين لقيت الأم إجت وأخدتني، طلع في عيلة بدها تتبناني، حممتني ونيمتني حدا بالليل، أخدتني لعند العيلة يلي تاني يوم رفضوني وما رجعوا أخدوني. الأم ما رضيت أنه تتركني بالشارع، رجعت أخدتني لعندها وتبنتني، وأنا هلأ عايش معهم مبسوط كتير، وعندهم بسينات كتير. نحنا بالبيت 9 منلعب مننبسط، بس أنا في بسينتين مني صاحبة معهم، وبسينة جديدة اسمها ملكي مبسوط كتير معها، بلعب كتير معها من أول ما إجت على البيت، وخلت البيت كله حيوية وحب ونشاط. وأنا بحبكم كتير، وبليز دايما تبنوا بسينات، ما تشتروا لأنه حرام، في كتير بسينات على الطريق، أوكي؟ بحاجة لبيت عشان ما يمرضوا أو يموتوا أو تدعسهم سيارة. بحبكم كتير، شكرا أنه سمعتوا قصتي.